في اجتماع داخلي مع أعضاء حملته الانتخابية، تطرق المترشح للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية يسري البواب عن دائرة المنسي الواحد إلى محتوى برنامجه الانتخابي الذي يتضمن تطوير المنوال التنموي وتوفير الإطار القانوني والمناخ الملائم للاستثمار. حاول نأسس العدالة الاجتماعية والجبائية، أن نحاول نأسس لعلوية القانون والشفافية، وزاد أن نحد من التمييز الإيجابي لضرب مدينة المنستير، وهيك نشوفوا احنا في منطقة قريبة على البحر، لكن هيك نشوفوا في الأوساخ تشوف الناس تعاني في الناموس. اليوم يلزم نمسوا الاقتصاد الاخضر، يلزم نمسوا الاقتصاد الازرق، يلزم نمسوا الاقتصاد الدائري، الصناعه، الفلاحه، الصيد البحري، الثقافه، الرياضه، كل شيء راهو اليوم. اليوم المجال الامني مهم جدا في بلادنا، ولابد من محاربه الجريمه. اليوم لابد من تشجيع الشباب، الشباب اليوم فهم انه الوقت من ذهب، البيروقراطيه الاداريه تعبت الناس الكل، والرقمنه هي حل مهم جدا. كما تعهد يسري البواب في صورة ترشحه باستغلال الخاصية الجامعية للمنستير وموقعها الجغرافي لجعلها قطبا دوليا للمعارض والمؤتمرات بتكنولوجيات حديثة. عن نفس الدائرة، اختار المترشح يفت بن حميد التواصل المباشر لتقديم برنامجه الانتخابي، والذي حرص فيه على دعم الجهة بفضاءات ثقافية كإقامة مسرح وإطلاق بمواصفات حديثة، إضافة إلى نقاط أخرى. سنعمل أيضا على معالجة المشاكل، اكتظاظ المروري، تحسين الأوضاع داخل الأحياء من طرقات ومن شبكات التطهير، فمشاكل كبيرة في المنسير لابد أن ننظر إليها. كذلك سننكب على مسألة التمييز الإيجابي اللي تعاني منها المنستير، واللي أدت إلى انسداد الأفاق أمام متساكني المنستير فيما يتعلق بالشغل وبفرص العمل وبالتنمية عموما. في المستوى الوطني أعتقد أنه من الأولويات التي سنحرص على الانكباب عليها هي مقاومة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. 21% نقص في القدرة الشرائية للتونسيين عام 2022. سنحاول أن نكون سند للدولة للنظر في شبكات الاحتكار، في شبكات التهريب. المترشح يافت بن حميدة وعد أيضا في صورة ترشحه بتوفير مناخ ملائم للشباب للانخراط في الاقتصاد الذكي ومهن